كساكنه طنجان كانت قدموا بحر التعازي لسيدنا بخبر وفاه الام ديالو لالا لطيفه. والشعب يعني كله حزين، وحنا كجاليه من الخليج كنقدموا التعازي ديالنا للملك ديالنا محمد السادس نصره الله، وحنا الشعب المطيع للملك ديالنا. وكذلك الله يرحمها ويوسع عليها، ونطلب الله عز وجل يجعلها في جنات الفردوس الاعلى باذن الله. شكرا. الاسى والحزن بوفاه الاميره الجليله لالا لطيفه ام جلاله الملك محمد السادس نصره الله. صراحة الله كانت صدمة قوية، يعني توفات بحال الأم ديالنا، يعني ماشي سهلة، يعني صراحة الله يعني ما اش غادي نقول لك، يعني كانت صدمة قوية شي شوية. الله يولي برحمة الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الأسرة الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، الله يطولنا في عمره. وأنت ويرحمهم جميع، ويعاش الملك وبارك الله في الملك وفي وليداته وبناته وفي عائلته وفيكم حتى أنتم. صافي الحمد لله. الله لطيفه الله يرحمها ويرحم كاملين جميع، ويجعل البركه في الملك واولادهم ولا يرشد جميع الكاملين مؤسس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. اليوم تلاقينا الخبر ديال ام ديال سيدنا لالا لطيفه، تلاقينا الحزن بكل الاسى والحزن. كنتقدم التعازي ديال سيدنا محمد السادس رحمه الله، الله يرحمها مسكينه، وحنا معصبين بزاف تلاقينا الخبر، والله يرحمها ويجعل متواها الجنه ان شاء الله. وانا حزنا بزاف صراحه، الله حزنا بزاف بكل الاسى انا واصدقاء ديالي، وانا لله وانا اليه راجعون. حنايا كساكنه طنجه كنقدموا التعازي الحاره لسيدنا، وحنايا كساكنه طنجه وكشباب جانا الحزن الطرف ديال سيدنا على الوفاه ديال الام ديالو الاميره، وهادشي اللي كاينه، وكنقدموا التعازي الحاره لسيدنا. اول حاجه يعني كنعزيو سيدنا نصره الله، فهذه ام ديال المغاربه كاملين. فتلاقينا في هذه العشيه بالاخبار، بالخبر ديال الوفاه ديال الام ديالنا وديال المغاربه جميعا وديال محمد السادس نصره الله. وكنقدموا له من هذا المنبر التعازينا كمغاربه، كمحبين للوطن وكمحبين للملك ديالنا محمد السادس، والام ديالو هي الام ديالنا. فمن هذا المنبر كنقدم التعازي الحاره للاسره الملكيه بصفه عامه، خصوصا انا كنمر في هاد الوقيته، حتى انا توفات لي الام ديالي في هاد العام هذا. ويعني بصراحه يعني كيجي واحد الاحساس ناقص بزاف ملي كتكون الام كتمشي. وبصراحه يعني تفاجئنا بهذا الخبر اللي هو جا مفاجئ. كنرسلوا التعازي ديالنا الحاره للام ديالنا لالا لطيفه، ام ديالنا، الام المغرب ديال ام، فهمتي، الام المغرب كامل. انا لله وانا اليه راجعون. خصوصا انا كنمر بهذه الظروف، هذه نفس الظروف اللي هي الام ديالك، ملي كتمشي الام يعني كيمشي لك النص من الحياه ديالك. اليوم تلقينا الحزن والاسى لوفاه الام سيدنا الله يرحمها ويوسع عليها، وساكنه طنجه حتى هي كتحزن على هذه الوفاه هذه، والله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار هذا. التعازي ديالنا للملك الله ينصرو سيدنا والاسره العلويه. إنا لله وإنا إليه راجعون.